قال مسؤولون أن قوات الأمن التونسية أوقفت أمس الأربعاء البث المباشر لتلفزيون نسمة الخاص، وصادرت معداته لاتهامه بمخالفة قواعد البث، بينما اتهمت القناة السلطات بمحاولة إسكات صوتها المنتقد للحكومة. ويأتي وقف بث القناة ومصادرة معداتها تطبيقا لقرار الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري المعروف اختصارا بالهايكا، التي قالت إن القناة أصبحت غير قانونية بعد سحب ترخيصها العام الماضي. لهنا 40 50 سياره نتاع امن فيها برشا اعوان يدخلوا عنوه الى مقر القناه، يدخلوا للريجيم، ناس قاعده تخدم على ارواحها. الفجعه هذيك ديجا مع تهشيم الماتريال وتكسير الماتريال والاخر شاد مقص يقص به في الخيوط، في بالي هذا ما عنده حتى علاقه بتطبيق القانون. اعتقد انه في سنه انتخابيه ثمه اطراف لم يعد يسع صدرها لوجهات النظر المختلفه معها، سنه انتخابيه ربما ثمه اطراف يساعدها ان تختفي قناه قناة نسمة عندها قدرة على كشف حقائق أمور كانت مخفية عن الشعب التونسي ل 60 سنة. يدخل ملف الاستقالات الجماعية للأطباء في المغرب منعطفا جديدا بعدما فاق عدد طلبات الاستقالات 500 لحد الآن، وذلك بموازاة استعداد الأطباء لخوض احتجاجات مختلفة خلال الأسبوع المقبل دفاعا عن ملفهم المطلبي.